وقلت له أنا بقيت هنا، يعني هو ممكن العبارة كانت قاسية، قلت له أبدأ بتعليق 5. هذا الحديث للسيد المالكي. أي نعم. أنت كنت نائب رئيس الوزراء. أي زين، حكيت مع دولة الرئيس حفظه الله ورعاه، قلت له هذا عندي هي شغلة. والله حكيت وياه إحدى الاجتماعات مجلس الوزراء. لا والله في بيته. أي قلت له أنه أنا أشعر أن الفساد بدأ يتوسع في العراق، وأن مافيات الفساد بدأت تكبر، وأنه إذا بقى الموضوع يمشي بهذه الطريقة لن يبقى قائد سياسي محترم نزيه في العملية السياسية، سيتساقط الجميع وستسيطر مافيات الفساد حتى على الانتخابات في المستقبل. جاوبني قال لي أخويا ما نقدر له، صاروا متفننين في عملية الفساد. قلت له طيب سلمني الملف ولا تتدخل بي، وأنا أنطي عهد على نفسي أنه خلال سنة أنزل الفساد بين 40 إلى 60%. قال لي شو تسوي؟ قلت له أختار 5 قضاة مو من النوع اللي يباعون ويشترون. زين. وأحميهم هم وعوائلهم في منطقة محمية كأن تكون المنطقة الخضراء، وأوفر لهم كل الإمكانيات، وأجيب 5 محققين مو محققي كذولا اللي تجيبوهم وكذا. لا هذا الحديث للسيد المالكي. أي نعم. من المحققين اللي كنا نعرفه بشون ينتزعون المعلومة. زين. تدري احنا عشنا في دولة الفاسد على مستوى 5,000 أو 10,000 دولار يظل يراقبوه لفترة معينة إلى أن يصلون إلى عائلته، إلى أولاده، إلى زوجته، وين تروح ليا صالون ليا كذا، بمن تلتقي بمن كذا، بحيث يعرفون شلون يحصلون على المعلومة. من يجيبوه مو إلا ضرب وقتل وكذا، لا عندهم معلومات كاملة. فما كان أكو فساد واضح بالطريقة اللي شفناها سابقا لاحقا. وقلت له أنا بقيت هنا، يعني هو ممكن العبارة كانت قاسية، قلت له أبدأ بتعليق 5، واحد سني، واحد شيعي، واحد كردي، الأقليات أذا بيهم واحد أخذ من عندهم واحد، وإذا اضطرنا نرجع على التوازن أي للخامس. فصفن شوية قال لي أنت همتي ترجعنا على السوالف الأولية. أي قلت له إذا السوالف الأولية تنزل لك الفساد وتنهي لك الفساد وتحافظ لك على دولة بها قيم معينة، وين المشكلة في هذا الموضوع؟ قال عوف الموضوع، عوف الموضوع، الستر مطلوب. ما أدري المهم. أي ففعلا استمر هذا الموضوع، وبدنا نشوف الفساد الحقيقي احيانا انت تشوفه. يعني انت تتحدث بروايه عمرها 13 سنه. اي مو اي يعني 2011 واليوم 2010 2011 2010 2011 اي 13 سنه الا شويه او شويه.